الله. طبعا توجنا بكوننا سفراء بإذن الله أن نكون أسياد نائبين عن أسياد إذا غاب منا سيد وقام سيد، ما قصر صالح ومشعل إن شاء الله أني أنوب أنا أبو عشق. فاللي بيقوله اليوم بتكلم عن حاجة بسيطة، إذا جينا نستذكر بعض الآيات وبعض القصص النبوية راح نتكلم مثلا عن قوم لوط، عن قوم عاد وثمود، بعض الأقوام التي ذهبت أو سواء حل عليهم عذاب والله يكفينا الشر، طبعا نعوذ برحمة الله من سخطه. ماذا لو كانوا يعلمون بأن غضب الله سبحانه يطفئه صدقة صدقة؟ فهالأمر بسيط جدا أنك تصحح مسار أو خطأ أنت يمكن ارتكبته، ممكن أنك تفتح لك أبواب كثيرة في حياتك كانت مسكرة في وجهك أكثر وأكثر، إلى أي حاجة متعقدة في وجهك إن شاء الله أنك تلقى لها حل، وأن الله يخلف عليك المال وأنها لا تنقص من المال أبدا بل تزيد. طبعا إن شاء الله أن تكون موجودة كاشة. جينا بس اليوم نتكلم عن حاجة بسيطة اللي هي الصدقة. بإذن الله الأيام الجاية نجهز أشياء لأن اليوم ما جهزت. وسلامتكم. آمين آمين آمين. الله يسلمك. نعم طبعا اليوم وأنا جالس سنة نصلي ذكر الله يذكره بالخير ماجد، الله يذكره بالخير ويوفقه يفتح له أبواب رزقه دائم. والله كل الصباح كذا صوت قراية القرآن والله أنها صارت يعني شيء روتيني. اليوم وأنا جالس هنا تلفت والله أني فقدت من غير شر، أسأل الله يوفقه يفتح له أبواب رزقه. أي والله أي والله أنا أشهد أي والله في شيء زين. يا الربع بس كم حديث عن النبي صلى الله عليه والسلام عن الذكر إن شاء الله أثناء ما حد شال العلامة اللي كنت حاطها شايلين للأسف. هذا هو الذكر الطيب. أي والله أنا أشهد مع المعتمدين علي العساف وماجد الرشيد الله يذكرهم بالخير. الله يذكرهم بالخير. أي والله باقي عبد الله عبد المحسن عشان نذكر ابو خير. هذه بينشف في حلوب ما شبلك مرة. هذا باب ما جاء عن فضل الذكر والحث عليه. قال الله تعالى ولذكر الله اكبر، وقال تعالى فاذكروني اذكركم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله ذكر أذكار بسيطة الواحد يقولها شف فضلها. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. شوف الفضل العظيم الكلمات خفيفة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وبعد من الحديث اللي جاءت عن فضل الذكر وين راحت؟ يقولك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33
وحمد الله 33 وكبر 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وبعد من الأدعية اللي بعد الصلوات اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعيها عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.